في سوريا مشفى ميدانيا في ريف إدلب، اضطر القيمون عليه إلى إنشائه في مغارة تحت الأرض خوفا من أن تكشف قوات النظام موقعه فتقصفه كغيره من المشافي الميدانية. صور كل شيء عدا المشفى من الخارج، هكذا قالوا له. فالمشافي الميدانية هي الهدف المفضل لقصف قوة النظام، نظام اعتبر الإصابة تهمة تستوجب أقصى العقوبات، والعمل على تطبيب الإصابات هي جريمة يلاحق بها الأطباء والعاملون في هذه المشافي. طبعا هون نحن بجهودنا حفرنا مغارة بالنسبة للوضع بالمنطقة، هون موضع المنطقة عنا كثير سيء بسبب قصف شديد على المنطقة، فقررنا أن نحفر مغارة مشان يتم الإسعاف الجرحى والعمليات الموجودة فيها. طبعا هون نحن هون عنا عمليات وإسعاف، في عندنا غرفتين إسعاف، هاي غرفة وهاي غرفة، هذول غرفتين الإسعاف هذول ممكن نسعف فيهم المرضى الحالات الباردة. ها هم الآن في مكان ما من ريف إدلب الغربي، غرفة عمليات طبية تحت الأرض. عرفوا من الناس في الطريق إلى هنا أنهم يخافون حتى من الإقامة بالقرب من المشفى ويحذرون من الكاميرات. طبعا هنا في عندنا غرفة العمليات، غرفة العمليات مقسومة إلى ثلاث أقسام، غرفة تحضير الملابس، يعني الطبيب هون والممرض بفوت لجوا بيخلع ملابسه المدنية وبيلبس اللباس العمليات. طبعا هون حاطين طرف معقمة، معقمة الأدوات اللي بنشتغل فيها. هاي غرفة التحضير قبل العمل الجراحي، بيطلع الطبيب هون من ملابسه المدنية وبيفوت لجوا لهون. هاي غرفة التغسيل قبل الدخول لغرفة العمليات. جهد كبير يبذل لتجاوز نقص الكوادر الطبية المتخصصة والعمل بأقصى طاقة ممكنة للمشفى، خاصة خلال فترات القصف. هذا الممرض التحق بالعمل منذ فترة قريبة. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل ما شايف هاي غرفة العمليات الموجودة عندنا، عندنا طاولة عمليات وحدة فقط لا غير بالمشفى، يعني أحيانا كانت تصير فينا قصف عشوائي للنظام على ضيع المجاورة بالمشفى، قد يكون يعني كان فتح بطن اثنين، فنحن ما بنقدر نشتغل غير فتح بطن واحد بالرغم إنه موجودين عندنا اثنين أطباء جراحة. فما موجودين عندنا وعندنا غير الطاولة هاي الوحيدة اللي عم نشتغل عليها عمليات. المريض الثاني اللي عم بكون بيحتاج إلى فتح بطن عم نحوله على المشفى الثاني. جهاز تخدير عندنا جهاز تخدير واحد يدوي. عم نفتح البطن لمدة أحيانا ساعتين وثلاثة، ما عم يعني على تنفيخ عن أنبوب، طبعا وصوله على أسطوانة أكسجين. جهاز يدوي يعني بس ولكن يعني بالغلط ماشي الحال، كونه يعني فاتحين غرفة عمليات عم نشتغل فيها. ينتظرون الدعم والمساندة كي يصبحوا أقدر على الوفاء بواجبهم. عند عتبة الخروج سيكون عليه أن يغلق عدسة الكاميرا مجددا، آملا أنها التقطت لحظة من الضوء الذي يصنعونه هناك رغم كل شيء.